تواصل وزارة الداخلية تفعيل المرحلة 17 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية، تزامناً مع الاحتفال السنوي بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المبارك. تنطلق الدراسة بالجامعات اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة، بالإضافة إلى تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري، وتلتزم الجامعات بتفعيل أعداد الطلاب وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3 و4 أيام أسبوعيا. يفتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم النسخة 7 من دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية الذي يضم 27 محافظة بمشاركة 13,824 لاعبا. أوضح وزير الشباب والرياضة أن الدوري تنفذه الإدارة المركزية للبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وذلك من سن 30 إلى أكثر من 40 عاما حتى يوليو المقبل. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمولودية الجزائر بدوري الأبطال، ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة 5 وقبل الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. يلتقي اليوم فريق برايتون مع نظيره نيوكاسل ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل برايتون المباراة محتلا المركز 16 برصيد 29 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز 17 برصيد 28 نقطة.